سعيدة. انتصار في الميدان وسجال في السياسة. بعد سيل الانتقادات بالمباشر قررنا الرد. عناوين من تبعها بالمباشر بعد لحظات. مساء الخير مجددا. شرع انتصار الميدان أبواب سجلات السياسة واسعا. ماذا عن دور الجيش؟ عن دور المقاومة؟ دور سوريا؟ من أخطأ ومن أصاب؟ من ساوم ومن فرط بالدماء؟ سيل من التساؤلات شكلت سجالا مفتوحا طوال الأسبوع، نتابعه بالمباشر في الفقرتين الأولى والثانية من هذه الحلقة مع ضيوفنا الكاتب والمحلل السياسي أنطوان قسطنطين، أهلا وسهلا فيك. المحامي رامي عليق الكاتب والأستاذ في الجامعة الأمريكية، أهلا وسهلا فيك. والكاتب والمحلل السياسي علي حجازي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ أنطوان، رح أبدأ معك. بالعادة الانتصارات بتجمع العالم، هالمرة شفنا أنه الانتصار رجع شعل السجال بالبلد. أولا بحب بلش بتحيتين، تهنئة للمسلمين في لبنان والعالم بعيد الأضحى المبارك، وتحية لأرواح الشهداء، كل من دافع عن أمن بلاده وحريته وسيادته واستقلاله، وأخص بالذكر شهداء الجيش اللبناني اللي يمكن أكبر تحية لهم هي أنه ننتقل من السجال في السياسي حول مسألة الانتصار إلى تقييم ما جرى وإلى استثمار هذا الانتصار في مشروع بناء الدولة. وهذا الشيء رح نبلش فيه بالفقرة الأولى، الحق على مين بالتأخير لوصلنا إليه اللي وصلنا له؟ فيما خص السؤال الإشارة اللي طرحته، لماذا أدى إلى هذا السجال؟ أولا لا المعركة ولا الانتصار أدوا إلى السجال. وشو؟ السجال قائم في طبيعة نظامنا السياسي وفي تركيبة الحياة السياسية منذ العام 2005. نعم. نحن في وضع منقسم داخليا، جربنا قدر الإمكان أنه ما نحول الانقسام لحروب رغم بعض المحطات اللي كانت مؤلمة، ونحن في وضع إقليمي متفجر ترك انعكاساته على كامل الحياة السياسية في لبنان. أنا ما كنت متوقع أصلاً أنه أي معركة في الجرود أو أي معركة مقبلة ما تؤدي إلى انقسام في الموقف السياسي. المؤسف الوحيد هو أنه لحظة انتصار لبنان على الإرهاب بمعنى تحصين الحدود ونشر الجيش لأول مرة بسواعد الجنود على كامل السلسلة الشرقية، وهو أول ترسيم وتحديد فعلي للحدود بدون لجوء للأمم المتحدة ولا غيره. بهذه اللحظة كان يفترض أن يكون الموقف السياسي أكثر انضباطاً تحت سقف الوطن. بهذا الموضوع رح أنتقل للأستاذ رامي علي تحديداً بهذه النقطة، الحق على مين بالسجال اللي صاير اليوم 14 أذار يلي رجعنا شفنا شوي الاصطفاف رجع 14-8، 14 أذار بيقول الحق على حزب الله عم يستأثر بالنصر، الفريق 8 أذار بيقول لا 14 أذار روحوا شوفوا شو عملتوا بالسنوات الماضية. يعني بالبداية طبعا شيء كتير مهم الجيش اللبناني كمؤسسة عريقة بهالدولة تاخد دورة، ولكن مثل ما تفضل يعني نحن في حالة تفتت كبيرة، اللي صار هو نتيجة وليس شيء مفاجئ. الناس عم تعيش انقسام على كافة الصعد، غرقاني بشعارات عم تاخدها من مكان إلى مكان، عم بيخليها مثل تفت لحقيقة الأمور. أنا مش جاي أخذ موقف سياسي أكثر ما جاي أحكي بواقع الناس. نعم. طبيعة الحال هذا الشيء بيؤدي إلى الانقسام على مستوى اللي صار بفجر الجرود. بدك تسأل، يعني الأمور واضحة اليوم، بدك تسأل اليوم أولي الأمر مين؟ يعني اليوم لما حزب الله يقول نحن منأيد الجيش اللبناني وبنعطي دور للجيش اللبناني، ولما بيكون بالحكومة
طبعا عم بحكي انا عن حزب الله هون لانه الطرف المعني يعني من ناحيه شو بدي بالجيش السوري انا. الاخراج الاخير هذا شيء ما بيعزز الجيش اللبناني ولا بيقوي الجيش اللبناني ولا بيرسم انتصار على المستوى الوطني. ما بدي احكي بالسياسه تفرد بالقرار وغيره، بالاخر هناك خطان متوازيان لا يلتقيان، وعم بحكي بعلم السياسي اليوم. ما في اي مجموعه او حزب ان كان بلبنان ان كان بايران ان كان بامريكا ما بيقبلوا لاي مجموعه منفرده انه يكون عندها هالقوه او فائض القوه اللي بيخليها تحدد مسار الدوله والحكومه ومسار الشعب كله. ومن هون بتجي المشكله الحقيقيه قبل ما تجي والله مين سهل خروج هودي او سهل خروج هودي، وهيدي بدها معالجه. وللاسف للاسف الامور ماشي الى أسوأ مما نحن عليه. هذا اللي بقوله. انا كنت بتمنى أن يكون في احتفال واحد، انتصار واحد، ذكرى واحدة، بدل ما نشوف هالمزايدات هيدي وكلها مزايدات. خلينا نقول شوي على الحجاز، يعني المزايدات اللي صار بداية بعد الرحمة على شهداء الجيش اللبناني وشهداء المقاومة وشهداء الجيش العربي السوري اللي سقطوا في ارتقوا في عملية تحرير، بداية جرود عرسال وصولا إلى جرود راسب علبك والقاع. إذا بدنا نحكي نحن بموضوع المزايدات بدنا نشوف نلحق مسار سياسي، نشوف مين اللي اعتاد من بداية ما سميت زورا بالثورة في سوريا على شتم الجيش اللبناني، على قتل ضباط الجيش اللبناني، على تقطيع جثث ضباط الجيش اللبناني وحطها بالبيك أبات والدور فيها داخل القرى. بدنا نشوف نحن مين اللي كان يتهم أن الجيش اللبناني يعمل لدى جهة ما، من يتهم الجيش اللبناني بأنه يقصو في تصريح لنواب بفريق سياسي كانوا عم بيطالبوا فيه بالتحقيق مع الجيش اللبناني، لأنه بيوم من الأيام اشتغل على قاعدة ضبط الإرهابيين، وأنه هذه القصة اللي استخدمها في عملية الدخول إلى بعض الأماكن اللي تبين أنه فيها إرهابيين مرفوضة. ما بدنا نروح لبعيد، بدنا نروح لثلاث أربعة أشهر لما الجيش اللبناني دخل إلى مخيمات عرسان واكتشف يومها مجموعة من الانتحاريين اللي فجروا حالهم. ونسأل مش نفسهم اليوم اللي طالع معهم انه الجيش اللبناني والجيش اللبناني والجيش اللبناني يومها طلبوا بإحالة هذا الجيش الى التحقيق بضباط وافراد وبتهمة التعرض للمدنيين والنازحين؟ في عندنا فريق سياسي من 2011 لليوم كانت شغله الشاغل هو حماية مشروع سماه هو بعقله ثورة، أما الواقع فكان إرهاب. اثنين، في عنا فريق سياسي من 2011 طلع ليقول في واقع ما جاي على المنطقة، هذا الواقع لا يشبه صورة المنطقة، لا يمكن أن ينسجم مع التركيبة اللبنانية مع التركيبة هاي الشرق أوسطية خلينا نقول، وبالتالي لابد من مواجهة هذا المشروع. ما كان عم يحكي، ما كان عم يرفع شعارات، كان عم بيترجم هذا الشيء بتقديم خيرة شبابه بمعارك كان الهدف منها بالدرجة الأولى حماية الحدود اللبنانية السورية. المسار طبعا ما بدأ امبارح، بلش من القصير. رامي علاء رح ياخذ تعليقك، ولكن قبل بدأ انت الزميلة علاء ترشيشي لتعمل لنا راوند اب على ابرز المواقف اللي كانت خلال الاسبوع بما يتعلق بنقطة المحاسبة بموضوع معارك الجرود. مساء الخير علاء ويعطيك العافية. مساء الخير. اعلان انتهاء معركة فجر الجرود سبق عيد الاضحى، ولكن العطلة اللي دخل فيها البلد ما منعت الاوساط السياسية من تداول مواضيع عدة حول الصفقة اللي تمت مع داعش وغيرها من تفاعلات ما بعد المعركة. فبعد 12 يوم من إعلان بدء المعركة وبعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار على الجبهتين السورية واللبنانية، أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون انتهاء معركة فجر الجرود، وأكد أن المعركة حققت هدفيها اللي هن طرد داعش من جرود البقاع الشمالي وكشف مصير العسكريين اللي خطفوا بآب 2014 واللي بات معروف. وفق ما جزم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه نستشهدوا وتم العثور على جثامينهم اللي ما زالت عم تخضع
على فحوص الحمض النووي، ومن أبرز المواقف اللي رح ترسم ملامح المرحلة القادمة من خلال محاسبة مين جانا بقراره على العسكريين بمراحل سابقة موقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. فالرئيس عون طلب من السلطات المختصة فتح تحقيق بقضية خطف العسكريين بعرسال عام 2014 احتراما للحقيقة كقيمة إنسانية واحتراما لشهادة الشهداء ومعاناة أهاليهم، ولكي لا يتهم بريء في ملفات وطنية كبرى طاولت قواتنا المسلحة وأدمت قلوب اللبنانيين، فوحدها الحقيقة تحرر. شاركونا تعليقاتكم حول الموضوع على صفحة بالمباشر على فيسبوك وحساب البرنامج على تويتر مع هاشتاج بالمباشر. عودة لرواد وضيوفه. شكرا لك على ترشيشي، ورجعين لك بالفقرة الثانية كمان لنشوف التعليقات اللي رح تورد على مواقع التواصل. رامي علي، رح انطلق من كلام على حجازي قبل شوي وتوصيفه للي صاير. يعني مع الاحترام طبعا، اليوم ما بيجوز بعد نجتزئ، يعني انت بناسبك هيدا التوصيف تاخد هيدا التوصيف تنسى كل شيء، هو بناسبه بالمقلب الاخر التوصيف الاخر بياخده وبينسى. خلينا نعترف يا اخي، نحن كلنا شركاء في الجريمه، ما فينا بعد نحكي نتبجع عفوا بالانتصارات. يعني انا ما بدي امشي مع الموجه ونحن غرقانين بالزباله وعم ناكل سم ونشرب سم وبنتنفس سم واصلين الى القعر بالمذل اللي عم نعيشها. خلينا نوقف شوي هون، يعني نحن حياتنا وين صارت؟ هي واحد. اثنين، اليوم الجيش اللبناني هو إفراز النسيج الاجتماعي، لا شك أنه المؤسسة التي بقيت متماسكة أكثر من المؤسسات الأخرى، ولكن الجيش اللبناني في شوائب. أنا ما بدي أمشي وبيض طناجر وهيك، وفي عناصر غير منضبطة، ومش خطأ، مش عم بحكي عن موضوع الطرح اللي صار من باب السياسي، ولكن مش خطأ أن يتم اللجوء إلى القضاء لتنقية المؤسسات الأمنية ومنها الجيش اللبناني والأمن العام وغيرهم وغيرهم. يعني أنا القضاء لتقييم المرحلة من 2014 لهلا، من إيه ب 2014 طبعاً تحديدا. خلينا نحن، أنا اليوم مع تحالف متحدون اللي عم بيشتغل معه بالمجتمع المدني، نحن مركزين برهاننا على القضاء. الرئيس عون عمل خطوة ممتازة انه خلي الامور كلها تصب عند القضاء، جيش وغير جيش. نعم. في اخطاء كثيرة ما فينا نعالجها لا بالاعلام ولا بالسياسة. خلينا نقوي هالقضاء ونعززه وخليه يعالج القضاء. واليوم ما في لك انت خطأ وانا صح او هو خطأ، اليوم بده يصير في تحقيق موضوعي. نعم. ما ابعدنا عن الموضوع. طيب معطانا سنتي، بتوافق على النقطة؟ انا طبعا بوافق على نقطة فتح التحقيق، وطبعا على وزير معالي وزير العدل أن يترجم موقف فخامة رئيس الجمهورية. هناك طبعا تحقيق مفتوح، تحقيق عسكري مفتوح منذ وقوع الجريمة الأولى بالخطف. طبعا هناك تحقيق عدلي يجب أن يتم، ولكن هناك محاسبة سياسية وهي قد تكون الأبطأ والأصعب، لأنه تركيبة البرلمان اللبناني هي تركيبة تعكس السلطة التنفيذية. كان يفترض، بس محاسبة سياسية لمين بدها تكون اليوم؟ عملك علي. كان يفترض لو نحن بنظام ديمقراطي شغال بالمعنى الحقيقي للكلمة أن تتشكل لجنة تحقيق برلمانية مهمتها أن تظهر ما إذا كان هناك تحريض سياسي أدى إلى ما أدى إليه. هيدي المحاسبة السياسية تجي عن طريق الناس بصناديق الاقتراع. ولكن أما وقت فتح باب التحقيق القضائي العدلي والعسكري فهذه خطوة جيدة. ولكن قبل ما ننسى ونفوت بالسجلات، نحن كمان لابد أن نضوي على انتصار الجيش، بمعنى أن نقول الحقائق التي تمت. هذه شغلة ما لازم نمر عليها ببساطة وبسهولة. يعني الجيش اللبناني بما حققه، مش بس أنه طرد الإرهاب، حقق الهدفين، يعني طرد الإرهاب واستعادة الجثث. أما الخطوة الأبرز اللي برأيي أنه بقي من ضمن القوانين الدولية، لم يخرق اتفاقات جنيف، ما ظهر صور الجثث تيقول أنا قديش عملت وشو عملت. نعم. ما عمل لا مفاوضات ولا مساومات مع داعش أبدا. هيدي كمان مهمة على صعيد مؤسسي يركن إليها في بناء دولي. والإنجاز الأبرز اللي يفترض أنه نحيي فيه قيادة الجيش القائد العماد جوزيف عون وقائد عملية الجرود العميد فادي داود ورفاقه، الإنجاز الأبرز أن الجيش اللبناني انتشر على حدود لبنان الشرقية لأول مرة منذ الاستقلال، مش بقرار سياسي يعني مساومة وتبطين، بمعركة دفع فيها دم ونزل فيها شهداء. طيب مفاجأة لهلا ما جبت سيرة المقاومة، دائما جيش عم تحكي. لا طبعا، نحن عم نحكي عن الحلقة اللي عم بتخصصها حضرتك، تقييم ما جرى بمعركة رأس بعلبك، جرود رأس بعلبك والقاع. نعم. هذا ما بيلغي أبدا 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 ما بيلغي تضحيات المقاومة بدفاعها
من انطلاقا من منظورها ومعركتها ضد داعش، واللي كانت بكل بساطة بدون ما كمان نحط أقنعة كانت معركة عم بتدور تحت موافقة دولية سقفها الأعلى، التفاهم الأمريكي الروسي الذي أرسى وقف لإطلاق النار بجنوب سوريا. نعم. مش ما نضيع الناس وما ننسى أنه نحن اليوم على عتبة موضوع جديد إقليمي. طيب بدأ الحوار السعودي الإيراني وسيفضي إلى ما يفضي إلى، بس ما لازم نضيع ما أنجزه الجيش اللبناني ونغرق بموضوع السجلات. وأؤيد مسألة أنه نحن هلأ قبل مش بس التحقيق، أنه هو اعتبر أنه كل الناس المشاركين بالجريمة، بيقصد يمكن أنه كلنا متهمين حتى يثبت العكس. مش خلينا نحاول بالسياسة نفصل. علي حجازي، دم سياسة العسكريين الشهداء برقبة مين؟ معودين عليكم صريحة معودين بموضوع دكتور رامي، بموضوع الإنمائي. يعني أنا جاي من منطقة، إذا بدنا نجي نحكي نحن بموضوع الإنماء، نحن قادرين ننظم قصائد حول الحرمان وحول غياب الدولة وحول كذا. هلأ بسأل بموضوع الحلقة متعلق بموضوع الجيش، عم تسألني أنت سؤال، دم العسكريين برقبة مين؟ واضح السؤال، دم العسكريين بيد الفريق السياسي الذي ساهم في استصدار قرار يمنع من إجراء عملية عسكرية. مين هو الفريق؟ سمي هذا. في فريق سياسي بلبنان اسمه فريق 14 أدار، بسنة 2014 كان بعده شايف الأمور بعرسال مختلفة تماما عما هو شايفها اليوم حسب ما بيقول، وكان معتبر أنه ممنوع من عن بيتها نلمس بعرسال، راح رسم خط أحمر فوق. وواضح جدا من خلال يعني الوزير الجراح هو قال أنه خي نحن بلغنا قائد الجيش بشكل مباشر أنه ما بدنا عملية عسكرية، صح ولا لا؟ هو وزير صرح. بالمطلب الآخر كان في فريق سياسي، هيدي قد تكون للمرة الأولى تكشف، أنا اللي راح أقوله، حزب الله بال2014 عملت مدفعيته على تأخير سحب عناصر الجيش اللبناني من داخل عرسال. شو يعني؟ يعني مدفعية حزب الله كانت عم تقصف بطريق تمنع فيها المسلحين من إخراج جنود الجيش اللبناني من عرسال. المخطوفين. وليه ما كمل الحزب لك؟ إجا القرار السياسي للجيش اللبناني، وسئل حزب الله، سئل ضباط الجيش اللبناني في تلك المنطقة حول هوية المدفعية التي تقصف من اللبوي، وهي المدفعية اللي كانت تبع حزب الله واللي كانت عم تقصف بطريقة عرفاني فيها جهة اللي عم تنظم عمل هذه المدفعية إنه العسكريين بعدهم داخل عرسال، وبالتالي المطلوب القصف في مناطق محددة لمنع إخراج العسكريين من داخل عرسال. إجا القرار السياسي للجيش اللبناني وصار في قرار إنه خيه ما في قرار، بدنا نوقف. قرار سياسي عم تحكي من حكومة مين؟ تمام سلام؟ حكومة تمام إسلام. نعم. والرئيس إسلام هو اللي راجع حول هوية المدفعية التي تضرب من اللبوي لمنع إخراج المسلحين. في شقين بكلامه. يلا. في شق أول عم يعطي معلومات يجب أن تذهب إلى القضاء العدلي. نعم. أو العسكري. المعلومة الميدانية. المعلومة الميدانية. تمام. وهذه ما لازم تصير موضع سجال قبل ما يصدر فيها النتيجة. وفي يعني العادة هل تعتبر إخبار؟ نوع من إخبار. صح. يعني. وفي الشق السياسي وهذا اللي معطل عنا، شق المحاسبة السياسية، بيقدر رئيس حكومة لأنه كان بلحظتها ما كان في أي جمهورية، مجلس وزراء مجتمعا كان أخذ قرار بوقف المعركة أو باستئناف معركة، أخذ قرار. هون المحاسبة السياسية هيدي اللي معطلة، وهيدي اللي برأيي ما رح نقدر نوصل فيها على نتيجة تغييرية. نعم. فيك تدل بالإصبع، بيقدر الرأي العام يتنور، بيقدر تقول إنه هذا هو الذي أدى إلى كذا وكذا، ولكن المحاسبة الوحيدة لهذا الموضوع يجب أن تكون بصناديق الاقتراع. طيب. نحن بعد نظامنا السياسي معطل، ما بنقدر، ما المحاسبة عندنا ما عم بتتم كما يجب. طيب. في الشمع مواقع التواصل أسماء كتبت، ميشيل سليمان، تمام سلام، سمير مقبل، جان قهوة، جي، ما بدي سمي كل الأسماء اللي ذكرت كمان، بتوافق على اللي أشروا بإيدهم وعم يحكي عنه أنطوان قسطنطين اللي أشر صوبهم باليد؟ أنا بوافق على اللي حكيته اليوم، كنت بتحكي مع سيز علي اليوم، ساعة فريق بيكون مقتدر، ساعة ما بيكون مقتدر، مش بس حزب الله يعني، جميعا حسب البوست السياسية، ساعة واحد بيكون مقتدر. طيب اليوم لما الحزب نحكي كونه القوة الأكبر، أوكي، داخل بهذا الموضوع من الأول، هل لم يكن الحزب مستطيع أنه يحل ويربط بهذا الإطار بالقبل؟ خلينا نشوف على حجازي يكون عندك المعلومة. طيب. ليه محل وربط؟ ليه محل وربط؟
إدارة المعركة كانت للجيش اللبناني، حزب الله وقف ليساند. وحتى أكثر من هيك كمان معلومة إضافية، حزب الله قال لهم أنه أنا عناصري في محيط هذه المنطقة مستعدين إذا بدكم تعملوا. لحظة كان بالحكومة، لحظة شو بدي أنا بالموضوع الحكومي، عم بحكي بالعامل الميداني. أوكي آخر النهار في قرار الحكومة يعبر عنه رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو اللي قال لا. رئيس الحكومة، حزب الله قال له شو بدكم؟ بدكم تعملوا عملية عسكرية لمنع إخراج المسلحين لعناصر الجيش اللبناني من داخل عرسال؟ أنا شو مطلوب مني؟ أنا جاهز، مستعد، مستنفر. قال له لا، في قرار سياسي للجيش اللبناني بعدم الدخول بأي معركة، وعلى قاعدة أنه كلف هيئة العلماء المسلمين. مع احترامي، تبسيط كبير للأمور هذا. كيف تبسيط؟ شو الواقع؟ كيف شو الواقع؟ خلينا نسمع بالواقع. شو الواقع؟ نلتهي بتفاصيل معينة ونطروح الصورة. كيف تفاصيل؟ الصورة كبيرة. خلينا نفهم الصورة. يا أخي في مسار بلد ماشي، عرفت كيف؟ نعم. مرتبط بمحاور دولية، إن كان سعودي أو إيراني أو أمريكي أو روسي أو غيره، والكل عم يمشي بالإعازات المرتبطة بهذا الموضوع، ولا يملك قراره. نحكي الأمور مثل ما هي. مين الضحية؟ هو الناس اللي هي عم تقدم. معليش، ملف فجر الجرود والشهداء وكله، أنا بمثلني حسين يوسف بالآخر. نعم. يعني اليوم إنساننا رخيص يا أستاذ علي، إنساننا رخيص. يعني الأولويات وقت أخذ قرار سياسي وغيره ما عم تنطلق من قيمة إنساننا. ليك الدول اللي طب ما هذا سؤال، يعني اليوم دماء الشهداء العسكريين بيد من؟ مين بيتحمل مسؤوليتهم؟ الكل بيتحملوا. معليش، الكل بيتحملوا يا أستاذ رامي. يعني هلا أنا بدي أقتنع منك انه الانقسام ما بين محور سعودي تركي قطري بتلك المرحلة ومحور ايراني سوري هو الذي لم يسمح باطلاق عملية عسكرية طبعاً لمنع طبعاً اخراج الجنود؟ طبعاً يا استاذ رامي، يا استاذ رامي، السلطة السياسية التي تحترم نفسها، السلطة السياسية التي تحترم نفسها بلبنان. بلا عندنا هلا تجربة قالها سمحت السيد حسن نصر الله بشكل كتير واضح. قيل للجيش اللبناني، لو سمحت خليني كمل، قيل للجيش اللبناني وقيل للرئيس ميشيل عون ممنوع تعملوا عملية عسكرية تستهدف داعش، لأنه لا بدنا نعمل عملية عسكرية. جاء التمني أنه خلينا نأجل هذا الموضوع سنة، قال له الجنرال عون سنقوم بهذه العملية الآن وعملها. ليه؟ لأنه صار في عندك رئيس جمهورية اسمه الجنرال ميشيل عون، مؤمن بمؤسسة الجيش، مؤمن بأهمية الحفاظ على السيادة اللبنانية، لا يقبل أن يبقى هناك جنود مخطوفين لدى تنظيمات إرهابية. أما بتلك المرحلة، معلش يا أستاذ رامي، خلينا نحن نكون واضحين. تفضل. لا هذا مش وضوح. كان لا هذا الوضوح. اعطيني وقائع. اعطيني وقائع. اعطيني وقائع. اعطيني وقائع. اعطيني وقائع. أنا عم بحكي وقائع. نحن عم نحكي عنوان الحلقة من يتحمل مسؤولية خطف العسكريين. هلأ إذا بدك نقعد نحكي نحن بصراع المحاور بنخرج من هذا الموضوع، بنروح من منظر لموضوع المحاور. هو حمل الحكومة المسؤولية بطريقة غير مباشرة. حمل الكل. لا على حساب لا حمل الكل. يقول لا في فريق ما عنده مشكلة. لا حمل الحكومة. قال لك ما في حكومة وما في مسؤولية. مثل موضوع الفساد يعني. بس الفساد يعني في نقطة حضرتك ما جاوبت عليها يمكن طرحها على حجازي. شو اللي تغير اليوم؟ الانقسام الإقليمي بعده قائم، السعودية بمال، سوريا بمال، ايران بمال، تركيا بمال، بعده قائم. ليه اليوم اتخذ القرار؟ ليه قبل كان ممنوع يتخذ القرار؟ شو القرار؟ لانه بالاخر صار في تقاطع مصالح، ومن تقاطع مصالح او رئيس جمهوريه وقيادة الجيش ومسؤولين. سيدي بس تقاطع مصالح، يعني نحن ما نكبر الامور. احنا للاسف انا اتمنى اني شوف اليوم اللي فيه لبنان دوله حره سيده مستقله صاحبه قرارها، ولكن نحن محكومين بتقاطع المصالح. كفينا ذر الرماد بالعيون. بتوافقوا ما فينا نسقط العامل الداخلي ابدا؟ لا أنا داخلي أو الخارج ما في. لا العامل الداخلي. هو أسقط العامل الداخلي. اللي بهمني أنا هو أسقط العامل الداخلي، بمعنى اعتبر أن التقاطع الإقليمي الدولي اللي أنا أشرت له، يعني التفاهم الأمريكي الروسي اللي صار، اعتبر أنه هو هذه الشمسية اللي أدت إلى ذلك ربما، ولكن هذا لا يسقط أبدا وجود رئيس جمهورية صاحب قرار وقيادة جيش لم يكن أمامها سوى أن تعلن عن هويتها الجديدة من بعد ما تم تعيين قائد جيش، بأن تستعيد جثث الشهداء وبأن تثبت
عن قدرتها وأثبتت عن ذلك عن قدرتها بتحرير الـ الأرض. نعم. وهذا بعتقد بالموقف السياسي اللي قد ينتمي له الأستاذ رامي ربما ينتمي لحاله. لا عفوا بالموقف السياسي العام مش عم نتهم الأستاذ رامي. لا لا مش هيدا مؤشر جيد. أعطيني شيء جيد عند 14 أدار إذا افترض مؤشر جيد على أن الجيش اللبناني بدل ما نروحوا بالسجلات عم بيثبت أنه قادر شيئا فشيئا أن يتولى الأمن في على كامل البلاد. إذن المقولة اللي بتقول أن الجيش اللبناني يجب أن يكون صاحب السلاح الشرعي الوحيد تتعزز بانتصار الجيش. لذلك أنا كنت بتمنى أنه النقاش السياسي ينتقل من مسألة أنه ندبح بعضنا بالكلام لأنه كتر خير الله ما دبحنا بعضنا على الأرض وينتقل إلى الشيء الأهم، كيف نجهز الجيش اللبناني أكثر، كيف ممكن ناخد قرارنا الداخلي حتى لو كان تسليح الجيش مسألة صعبة دولية، حتى لو ما كان عندنا الموازنات الكافية. اليوم على خلفية هذا الانتصار عم تتصور أستاذ رواد، على خلفية هذا الانتصار لو مجموعة من رجال أعمال لبنانيين أو مقيمين أو مغتربين أطلقت حملة تبرع لدعم الجيش اللبناني بأموال اللبنانيين ومش نوقف على أبواب ولا دولة لنشحط تمويل للجيش اللبناني، عم تتصور على خلفية هذا الانتصار وين قادرين نحن ندعم جيشنا؟ أنا عم بحكي عن هالمسألة لأقول أنه مسألة القضاء والتحقيق القضائي سوف تعطينا نتيجة، وبعتقد رئيس الجمهورية لن يسمح بتمييع القضاء. تمام. أما مسألة المحاسبة السياسية فسيبقى الانقسام طالما أنه نحن. أسألك سؤال. نعم. اليوم لماذا بُتر انتصار الجيش اللبناني؟ هلا بتقلي ما بُتر كيف يعني؟ يعني اليوم كان في تهيئة للانتصار كدولة كوطن، اوكي، ولم يرد لهذا الموضوع انه يمشي. يعني اليوم حزب الله مشي بمسار مختلف، ما في دوله بالعالم اعطوني دوله بصير فيها هالازدواجيه هيدي. بس الرئيس الحكومي انه كان كان واحد بيكون مرغم اخاك لا بطل يا اخي. يعني لو سعد الحريري مرغم هلا يا عمي مرغم اخاك مرغم اخاك لا بطل وفي فمه نهر ماء. من يعني حق حزب الله عندك هيدي وثم مش يا اخي انا انتبه من حق حزب الله أن يقيم احتفال النصر. نعم. لأن أول شيء حزب الله يوم اللي كانوا الشبيبي في الحكومة. نعم. الرئيس الحريري وهذا الفريق السياسي بعده قلبه كتير حنون على جبهة النصرة وبعده عم بيخيرنا إذا هي إرهابية ولا مش إرهابية. كان حزب الله عم يدفع دم 26 شاب من شبابه لتحرير جرود عرسال. بهالنقطة مش مختلف. بس هو خليني كمل قبل الانتصار. أنا جي. ثانياً من حق حزب الله أن يقيم احتفال أيضا تكريما لسبع شهداء من شبابه اللي استشهدوا بعملية وإن عدتم عدنا واللي كانت استكمال للعملية اللي عم بيقوم فيها الجيش اللبناني بالمقلب الآخر. بس ولكن ما حدا أنا بعت أنه في تحضيرات في أنت رح جاوبك على سؤالك في تحضيرات بعد ما يتم مراسم تشييع جنود الجيش اللبناني سيعلن يوم حداد ومن ثم سيدعى إلى احتفال يقام فيه مراسم إعلان انتصار لبنان على التنظيمات التكفيرية. ما كان يسوى هذا الشيء يصير بدل هالمشهد والانقسام. ما انقسام يا أخي يعني زيادة احتفالات خير يعني ما في انقسام. شو الضرر اللي عنده حزب الله؟ الدولة أنا بقول لك الدولة. أنا بدي أعزز كمواطن حزب الله عنده جمهوره وعنده مواطنين. عرفت كيف هالمواطن الناس بدها الدولة. طيب بس أستاذ رامي أنت زعجتك يعني أساسا أن حزب الله كان عم بيقاتل، زعجتك هالفكرة يا أخي؟ أنا انتبه أنا زعجتني عمليا كل التركيبة الموجودة. أنا ما بشوف إلا جيش لبناني ودولة لبنانية وينضوي حزب الله غير أحزاب تحت إطار الدولة اللبنانية وخاصة حزب الله منه ضعيف. يعني اليوم ما رح تكله حقه الدولة أو شيء، بالعكس بدل ما يتجه نحو تفتيت الدولة أكثر وهذا النتيجة ليه ما بيتجه نحو تعزيز الدولة أكثر؟ نخلص من قصة الجماعات المضادة. طيب أعطانا السلطين حزب الله يفتت الدولة اليوم؟ ما بعرف شو. نعم. حزب الله يفتت الدولة مثل ما قرر معلي؟ لا أوافق على هالعبارة أبداً. حزب الله مكون سياسي يمثل جزء من المجتمع اللبناني وهو منضوي سياسياً في التركيب اللبناني من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء. ما بيجاوب على السؤال. لا عم يفتت. شو؟ مش عم سألته إذا يفتت الدولة أو لا يفتت؟ التفتيت انتبه اليوم أنا ماني عم بعلم بصراحة أنا ما عم بعلم موقف ضده مع أنا
اليوم حريص وكتبي غير محطه بالاعلام، انا زلمي مصلح يا خيي، مجتمعي له حق علي. الرسول قال لهم وقت عملوا معركه احد مرحبا بقوم انقضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر، صح؟ الناس وحالتها يا اخي، ما فينا نمشي هيك، ما فينا نكمل. يعني اهل الشهداء هن الاساس اللي صار تعاطي فيها وصفوه مش لسانه بالتخاذل بعدم المتابعه الحثيثه. هلا بالاخر في بعض مواقف ثلاث سنين قاعدين وعارفين وعندهم معلومات. مين اتهم مين يا خيي؟ حسين يوسف. لمين اتهم؟ بدي اقول له لوالده، نعم، للعسكري الشهيد، للاستاذ حسين يوسف. يا حبيبي كمان هيدي معلومه، حزب الله ارسل عناصره على بعد 600 متر من منطقة تواجد المسلحين وبحضور الأمن العام، وكانوا عم يبحثوا بمحاولة منهم لإيجاد جثث الشهداء تبع الجيش اللبناني. كانوا بعيدين عن المسلحين 600 متر. ما عندي شك هذا اللي عمله حزب الله بموضوع الجثث. ما عندي شك بموضوع الشهامة، أنا كنت مخاطل بالحزب وخضت أمور كثيرة، ولكن يسوى يكون في أكثر. لمالك القوة بيسوى يعطي أكثر. شو بده يعطي أكثر؟ أنا بدي بس أعمل مقارنة وبتصلح لقلنا. فرنسا بالحرب العالمية الثانية كان دوغول عم بيقود جيش نظامي بين مزدوجين، وفي جيش نظامي آخر بحكومة فيشي، وكان في مقاومين مع دوغول بالحرب العالمية الثانية. مرحلة انتهاء الحرب ما انهت مرحلة المقاومين، واخذت وقت. وبنعرف كلنا بأول حكومة شارل دوغول كان معه الشيوعيين اللي كانوا هني المقاومين آنذاك. لذلك نحن إذا بدنا نضل نحط المقاومة إن كانت إسلامية أو وطنية، بمعنى اللي قاوموا من أي انتماء آخر يكونوا، إذا بدنا نضل نحطهم بمواجهة الدولة ما رح نوصل لهذا المشروع. نحن لازم نعرف إنه اليوم ما أنجز أي إنسان له فضل فيه لازم نعطيه فضله، وأن ننتقل بالحوار السياسي إلى مسألة أي نظام نخرج للعبور فعلا إلى الدولة، ولكي يكون المجتمع المدني اللي عم يحكي عنه آمن بنفسه في المرحلة المقبلة. بموضوع السلاح، الاستراتيجية الدفاعية اللي تعطل الحوار حولها، بغض النظر إذا أنا مع السلاح أو ضده، بس بسأل بالمنطق، لما بيكون شعب عنده قوة معينة بوجه عنده عدو، نحن في عندنا عدو اسمه إسرائيل. نعم. قبل ما تتخلى عن هذه الورقة تحت عنوان توحيد القرار العسكري للدولة، بدك تسأل حالك هل أفرط فيها بأي ثمن، أم بحطها بتصرف صحيح دولتي وشعبي وبستعملها ورقة باللحظة المناسبة. يعني أنا ما بتصور أنه حزب الله بباله إلى ما شاء الله وإلى أبد الأبدين أن يبقى قوة مسلحة في المجتمع اللبناني عبر مئات السنين. طب هون بدي نقول سؤال على حجازة يلي وتحديدا سؤال سمير جعجع أو رؤية سمير جعجع يلي بتقول أن حزب الله منزعج من ظهور الجيش اللبناني كجيش قوي يمكن أن يحرر 100 كيلومتر مربع، فحاول مصادرة المشهد. هلأ بدي أجي هون نقطة وبرجع. لو بده نحن نجي نؤمن بالسلاح الشرعي يلي هو سلاحين في لبنان، سلاح الجيش اللبناني وسلاح المقاومة المشرع ببيان وزاري في كل الطبقة السياسية من ألد خصوب حزب الله لأقرب حلفائه، صح؟ هو مشرع بحق المقاومة، مشرع بحق المقاومة، ممتاز جدا. هيدي واحد نقطة. اثنين، هلأ إذا حدا مفتكر أنه والله اليوم في ظروف مهيئة أنه والله نجي نعمل حوار مع حزب الله ونقول له تفضل أعطينا سلاحها، كان موضوع خارج إطار البحث في هذه المرحلة في وضع إقليمي ودولي بعد بكير لنحكي عن هذا الموضوع. وأنا بحترم الرئيس الحريري لما قال لهم تركوا لي هذا الموضوع على جنب، حاج نكذب على حالنا ونقول انه والله هذا الموضوع تعال نبحث. بدي خلينا نرجع للسؤال، بس لو بدنا ننطر الوقت هون، لو بدنا ننطر، لو بده ينطر حزب الله الدولة يلي بعد احتلال الجرود 4 سنين فائت لتحرر، كانوا اليوم داعش في بلادنا، لانه حزب الله ابكر بالنظرة وببعض النظر وشافهم بالقصير وأدرك خطورة المشروع اللي هني جايين فيه وراح واجه هذا المشروع. لا أحد ينكر أبدا. هلا لا 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 خليني أجاوبك على سؤال. لا لا ينكر هي مش نقطة. لا 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 خليني أنا اليوم عم بحكي من حرص
تمام. هذا لوضحها ما عم نسكت لانه انا ابن هذا المجتمع ما انا جاي بالباراشوت من برا. بس في شغله يا اخي انت عم تقول حزب الله الدولي يا اخي، ما الدولي مين حزب الله؟ ليه ما بيعزز الدولي يا اخي؟ يا اخي مين حزب الله الدولي؟ ليش بنظرتنا نحن خاصه هذا اللي جربت انا اقول يا اخي، خاصه بالمجتمعات الشيعيه نحن الدولي انه الدولي شيء مش منيح لازم ناخذها نسرقها. مين اللي قال؟ سمعته للسيد حسن نصر الله بخطابه وعنده سؤال هون؟ هذه موروث يا حبيبي والله انا ماني عايش كمان بفرنسا، انا عايش بين الناس. يعني شو مطلوب من حزب الله؟ يترك هيدي الدوله اللي كان قرارها السياسي محاصر عندي فريق مؤمن انه داعش والنصره سوار في سوريا ويتركوا يفوتوا علينا؟ شو المطلوب انت مع حزب الله بهيدي الشغله؟ بس لنوضحهم، انت مع دور حزب الله بهيدي الشغله؟ انه كان عنده رؤيه استباقيه بمحاربه الارهاب بسوريا قبل ما يجي على لبنان؟ انا مش مع دور اي فريق خارج الدوله ابدا ابدا. خلص هيك فاز هذا مش حزب على هذا الاساس رح نمشي. لا لك ليش انا منطلق من وجعي يا اخي، انا حياتي مش منيحه. طيب كمواطن هذا موضوع سؤالك حول الدكتور سمير جعجع تبع المحور والمحور وشعارات وكذا وانا عايش بقعر الظل يا استاذ. رح نتابع معكم بعد الفاصل رح نتابع المحور الثاني يلي هو موضوع الدكتور جعجع 20 ثانية معك خيي. يروحوا يسألوا الجيش اللبناني إذا في مرة من المرات حزب الله تعاطى معه غير على أنه هو صاحب القرار، والسيد حسن نصر الله بؤمن بالدولة لدرجة قال له للجيش اللبناني نحن كلياتنا سوا تحت تصرفك وبأمرتك، أنت اطلب ونحن بننفذ. تمام تفضل. بعد الفاصل سنتابع بالمباشر العنوان الثاني رح يكون الصفقة مع داعش مع أو ضد. فاصل ونعود. بالمباشر نتابع في الفقرة الثانية مع ضيوفنا الكاتب والمحلل السياسي أنطوان قسطنطين، المحامي رامي علي، الكاتب والأستاذ في الجامعة الأمريكية، والكاتب والمحلل السياسي علي حجازي. منكرر ترحيب فيكم. عنوان الفقرة قلت قبل الفاصل الصفقة مع داعش، أنطوان قسطنطين تحفظ عليا وقال لي حرام تسميها صفقة. رامي علي هي صفقة وشو اللي صار؟ يعني أنت الموضوع الأول كان أرحم يعني نحن للأسوأ هلا صفقة وشو اللي صار؟ هلا هي الصفقات مش شيء غلط يعني حسب الحروب بالهدنة بصير في صفقات، ولكن الطريقة اللي اخرجت فيها هيدي اترك التعبير فيها لأهالي الشهداء اللي كانوا مخطوفين يعني معيبة. مش عم حدد انه حزب الله عمل صفقة معيبة، كل التركيبة مش بس هيك يعني، كل التركيبة معيبة لا تليق. في امور مش عم بفهمها يا اخي، مش عم بفهمها. مثل شو؟ البيان اللي طلعته العلاقات الإعلامية بالحزب، عفوا يعني انا بعرف الحزب قريته شي 10 مرات خي. طب ليه؟ طب مش مضطر انت تطلع تقول بدي احمي؟ تبي يمكن في التزام انه هذا القافله توصل بشكل معين، بس ما انك مضطر تطلع تحكي على الاعلام بهالشكل. نعم احنا عم نحارب داعش وكل ما نقول ملف ضدنا نقول دواعش وبتطلع اخر شيء بدنا نحميه، يعني مش عم بفهم. ما بدي احكي اكثر من الحكي. فيك تفسر له على حجازي؟ عندك جواب؟ اكيد. شو هلا بغض النظر عن موقفه شو بدي انا راح احكي بالمسار اللي بعته يعني انه لخي هو بيجي بيعطيك موقف من الموقف هو بيجي بيعطيك موقف تيجي لتناقش فيه بيقول لك انا ما بدي فوت بالتفاصيل او ما تحطني بموقع ضد خي انا بدي رد على فريق سياسي كامل بدي اساله مثلا للنائب عماد الحوت هو كجماعه اسلاميه يفترض ان تكون هذه التنظيمات الارهابيه خصم له شو عمل بوجهها اللهم إذا كان ناطر يعمل ويلي في بيروت. نعم. طيب بدي أسأله للدكتور سمير جعجع هذه التنظيمات التكفيرية هو كقوات لبنانية شو عمل ضدها؟ ولا شيء. دعم الجيش اللبناني. دعم الجيش اللبناني التاريخ نرجع لنفتح التاريخ هلا ما بدنا نفتح التاريخ بدي أسأل أنا تيار المستقبل هو كفريق سياسي يفترض أن تكون هذه التنظيمات تناف يعني تجي بموقع ضد لكل مشروع السياسي القائم على فكرة العبور إلى الدولة بس ما بنعرف إذا دولة إسلامية على طريقة داعش أو الدولة كدولة. طب هو شو عمل ضده؟ بالحد الأدنى إذا طلع حزب الله ليحكي بيقول لهم يا أخوان أنا عندي شباب من الحزب دفعوا دم بمواجهة هذا التنظيم وبالتالي ما تجوا تزودوا علي وأنا شريك لجيش اسمه الجيش العربي السوري حاطط 70,000 شهيد بمواجهة داعش أنا اليوم رأس حربي في هجوم. طيب أنا بدي أسألهم لهودي
اللي شايفينه لحزب الله شريك ومدري شو. وطبعا هاني بدي اقول له لوزير المحاور، يا اخي انت منين جبت انه بساط الامام مدرسه الامام المهدي؟ وطبعا انا اتمنى على مدرسه الامام المهدي على بكره الصبح ترفع دعوه قضائيه لبسهم تهمه. خي المطلوب يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها، يا خي المطلوب تشويه صوره حزب الله. في تعليق، خليني كمل، رجع رح اسمع تعليقكم اثنينكم راجعين لك على بخلي بدي انت اتفضل. بدايه المحور مثل العاده بجوجله سريعه، شو صار بهيدي النقطه؟ الا ترشيشه مساء الخير مجددا، ننتقل لعندك. أهلا رواد. بمهرجان التحرير الثاني اللي أقامه حزب الله بمدينة بعلبك، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية بعد ما كشف عن زيارته الرئيس السوري بشار الأسد قبيل إتمام صفقة كشف مصير العسكريين المخطوفين وترحيل إرهابيي داعش إلى دير الزور بالداخل السوري. موضوع السماح للإرهابيين بالانتقال إلى داخل سوريا لقى انتقادات عدة، على اعتبار أنه بذلك في تهاون مع من قتل واحتل وسبب ضرر كبير لأمن لبنان وشعبه، لا سيما بعد معرفة أنه العسكريين استشهدوا. وقد كشف بيان صادر عن حزب الله أنه الطائرات الأمريكية عم تحاصر الباصات اللي عم تنقل مسلحي داعش وعائلاتهم، كما عم تمنع وصول المساعدات الإنسانية للعائلات والمرضى والجرحى، مع التحذير أنه تعرض هيدي الحافلات للقصف من شأنه قتل مدنيين. وعليه على المجتمع الدولي التدخل لمنع حصول مجزرة بشعة. إذن المعركة انتهت، ولكن أمور عدة ما زالت عالقة. إعلان نتيجة فحوص الحمض النووي، التحقيق بملابسات ما حصل عام 2014، تنسيق اللبناني السوري وترحيل مسلحي داعش وعوائلهم. بذكركم تشاركونا آراءكم حول الموضوع على صفحة بالمباشر على فيسبوك وحساب البرنامج على تويتر مع هاشتاج بالمباشر. ولحين ذلك عودة لعندك رواد. شكرا على ترشيشة، ورجعين لك بعد دقائق. أنطوان قسطنطين تعليقك على النقطة اللي كنا نقطتين. أولا مسؤولية مجلس الوزراء أن يحدد ما إذا كانت جرت صفقة أم لا، لأنك سميتها صفقة. أنا بالاتكال على ما بس سمعت. أنا وضح شغلة سميتها للاستفزاز مش أكتر. لأنه كلمة صفقة في دم شهداء وفي عائلات وفي ناس، ما بعتقد ولا واحد منا بيقبل الفكرة. لا عملوا صفقة. إيه شو ليش بدنا نحط هيك؟ عملوا صفقة، هي صفقة. كيف يعني تحت الطاولة فوق الطاولة و100 ألف قصة عامل فيها؟ عم تحكي عن إنهاء المعركة بدون ما احنا عم نحكي عن قصة القافلة هلأ كنا مش لا أوكي عم نحكي عن كل شيء صار بين داعش وقصة الموضوع هيدا. أنا عم بحكي عن ليش قاطعك عن موضوع كيف انتهت معركة فجر الجرود. إذا كان هناك من صفقة، بمعنى أن قرارا ما اتخذ بأن يتوقف الجيش اللبناني عن استكمال معركته على أن يتولى عناصر داعش الكشف عن مصير الجثث ويفلوا على الداخل السوري بدون ما يسقط مزيد من الشهداء للجيش، إذا كان هذه الصفقة قامت فعلا فهذه مسؤولية مجلس الوزراء أن يوضح عما إذا كان هو وراء هذا القرار أم لا. باللي سمعناه من الرئيس الحريري أعطى انطباع واضح بأنه ما جرى كان بعلمه. ما سمعناه من الرئيس ميشيل عون هو مسألة التحقيق في قانونية من المسؤول قانونا هون مش بالسياسي. نعم. عن مسألة خطف الجنود وما أدى إلى مقتلهم. ولكن بس بدي أعطي إشارة للعدل وللإنصاف ولكي يبقى عنا أمل بأنه نحن كلنا كلبنانيين بيوم من الأيام سنكون شركاء في بناء الوطن. لما صارت معارك نهر البارد الشارع السني، وأنا هون مش عم دافع عن الحريري. نعم. أبدا، الشارع السني في لبنان كان داعم للجيش اللبناني بمعاركه بنهر البارد. هذا لا يعني أنه لا توجد داخل الطائفة السنية بيئة كانت مؤيدة للتكفيريين أو مؤيدة للأصوليين، بس ما فينا لأنه عمم بموضوع تيار المستقبل. نعم. لا وحكيت القوات اللبنانية يعني ما حكي السنة، حكي فريق سياسي. بس حكيت فريق سياسي، حكي طائفة، حكي سياسي. بس لحظة، موضوع السني هذا موضوع محسوب اساسا. النص العسكري اللي كان عم بيقاتل بمواجهه داعش بس من الاولى استاذ علي. انا لما حكيت فريق سياسي، المستقبل والقوات والكتائب هني نفسهم فارس سعيد هني طلعوا على ارسال وقالوا وقفوا يا جماعه، هاي المحاسبه السياسيه اللي اصلا. وهون انا بدي اقول شغله على اجازه بس اليوم باللي صار راح استشهد بسؤال طرح بجريده المستقبل. هل يعقل ان يعود القتله بباص مكيف وبحمايه ويعود العسكريون بتوابيت؟ أول شيء أنا برد
على السؤال بسؤال، هل يعقل أن يسمح ويفرض هدنة على الجيش اللبناني من خلالها يتم سحب جنود الجيش اللبناني من عرسيل إلى الجرود؟ يعني ومن على 2014. ومن الذي كلف هيئة، من هو الفريق السياسي اللي كلف هيئة علماء المسلمين تحديدا أنه خلاص وقفوا يا أخوان، لحدا يقوص لحدا يطلق النار؟ هيئة العلماء المسلمين طالعة إلى إرسال وهي بترد العسكريين. حزب الله؟ أكيد مش حزب الله. سؤال جدير معروف جو هيئة العلماء المسلمين يا خي بالمنطق. حزب الله كم عنده خصم في تاريخه؟ عدو وين؟ تكفيري وإسرائيلي. يا خي كم مرة سمحت السيد قال نحن أخرنا عملية اغتيال عقل هاشم نائب رئيس لحد لأنه كان ولاده حد منه؟ يا أخي يوم التحرير بسنة 2000 حزب الله قتل شي عميل؟ حزب الله نكل بشي عميل؟ حزب الله ما راحوا فلوا قدامه في ناس بقيت وفاتت على الحبوسات 5-6 أشهر وطلعت ورجعت عاشت بقراها وانتهى الموضوع؟ شو المطلوب؟ يا أخي مرة بالخطأ طفلة رصاصة من سلاح هذا 23، أنا ما عندي تقنية سلاح، بتجي باتجاه المخيم في عرسال وبيطلعوا لك الشباب يا قتلة يا مجرمين قصفتم الأطفال قتلتم الأطفال. طيب لو راح حزب الله وقتل لك هيدي العائلات والأطفال والنساء، اللي ما ذنبها يا أخي؟ ما ذنبها عائلة داعش؟ عائلة داعش بيقتلهم ساعتها بيطلع مجرم حرب. يا أخي ما الرئيس الأسد عامل حرب على هذه التنظيمات ومطالع معنا أنه هو المجرم حرب؟ ما هي نفسها هيدي التنظيمات اللي انتو عم تتهموه فيها انه مجرم حرب. حزب الله ما قتلها. فاذا هني بس هوني نقطة بدي انا بس بدي بس هوني نقطة تانيا. طيب ما الرئيس الحريري يا خي ليش حزب الله حزب الله حزب الله؟ يا خي الرئيس الحريري هو قال انه انا وافقت على انسحاب داعش من الجرود. بس شو المطلوب يا خي؟ اشت التعليمي واضحة ممنوع بالمرحلة الأولى يوم معركة تحرير جنود عرسيل، ممنوع تقولوا عن شهداء حزب الله شهداء، بتقولوا عنهم قتلى؟ شي هيدي لك يا خي تدخلت السفارة الأمريكية بتسمية بالضغط على التلفزيونات بموضوع اسم المراسل اللي بده يطلع على الجرود لهي الدرجة. هلا نحن عم نقول يا خي حزب الله عم تقول سهل علما أنه نقل من أرض سورية إلى أرض سورية. طيب والرئيس الحريري عم بيقول انا وافقت، تفضلوا مثل ما انتم شايفين حزب الله مذنب، خي هجموا على الرئيس الحريري. رامي عليك كيف شايف القصه؟ انا ما بدي يعني الكل شارك بالجريمه، انتبه بسوريا هيدي للحريري يا اخي مش للحريري بقول لك بدي فوت التفاصيل يعني بشعر حالي مثل ما شايفين العالم بشعارات الكل اليوم كل معركه يا اخي النظام السوري النظام السوري النظام السوري واللي معه وقت فزعوا وش اخرين وقت بدهم يفزعوا ما في عندنا اخلاق الحرب والكل اجرموا مين ما منا يا خي جرحى داعش يا اخي جرحى هلا جرحى داعش حرب جديده بس يوم اللي كانوا عم يقتلوا شبابنا بالقصاير ما جيبوهم يا خي اجوا تحكموا بمستشفى دار الامل الجامعي ببعلبه صور الاولاد اللي عم تنقتل هون وهون كل واحد يطلع شيء بفوت على الحرب السوريه هلا ما خلينا عندنا الثقافه بس في شغله اليوم بلشنا من موضوع القافله والبيان تبع العلاقات العالميه بالحزب مش هيك يا خي شو مضطر ليش شو اضطروا الحزب طلع هالبيان شو اضطروا يؤدي انه اهالي العسكريين يقوموا يشكروا للتحالف الدولي برئاسة امريكا يعني طب انا انسان عندي نسيج وطني لو ما بدي اوصل الامور لهون مش اهالي العسكريين معلش في حدا من اهالي العسكريين طلع هو ناطق باسمه مش حسين يوسف هلا بدك تشوف اذا انت اهالي العسكريين وانا اتمنى على السيد حسين يوسف أن يبقى في موقع والد الشهيد اللي كلنا سوا متعاطفين معه ما فوت بموقف سياسي موقف سياسي ما ياخد هو من هذا الموضوع أستاذ علي لا شك وما بعرف فيك توافقني الرأي وفيك تعرضني لا شك أن الالتباس اللي حصل من بعد انتهاء معركة الجرود الالتباس ضعضع الرأي العام وجعل عدد من الأسئلة تطرح لدرجة أنه طيب ما ننسى أن حزب الله من بعد كلام السيد حسن اضطر يطلع بيان
ردا على الكلام العراقي اللي صدر عن العبادي، بمعنى الالتباس السياسي على المستوى الإقليمي هين كتير انه يترك التباس على مستوى الناس. لذلك كلمة فخامة الرئيس بموضوع التحقيق يجب أن تترجم من خلال قرارات بخدها وزير العدل وعلى مجلس الوزراء بأول جلسة أنه يطلع بيان في السياسي واضح. وإذا مش قادرين يطلعوا بيان في السياسي واضح حول ما جرى تصبح كل الشكوك والاتهامات يعني مو شرعية. سيد عطوان فاقد الشيء لا يعطيه، خدنا على القضاء وخدنا على الموقف القضائي المضبوط. هلا شو بدي بتصريحات سياسية تحقيقات المجلس النيابي اللي مدد لنفسه ما بعرف قد ايه تحقيقات السلطة السياسية ما راح تودي، حتى الأجهزة محكومة بالسياسة. خدني على قضاء بيقدر يتبلش يتموضع ليعطيك تحقيق. تحسب القضاء شو راح يطلع معه؟ بنتقل لمحور جديد بالنقطة نفسها، هي التنسيق مع سوريا. على حجاز راح بلش معك، كلام اعتبره البعض مستفز يعني نرجع ثلاث خطابات لورا لسيد حسن نصر الله لما تحدث عن المعادلة الرباعية، جيش شعب مقاومة هيدي وقسم اللبنانيين ما كان بلعا، زاد عليها الجيش العربي السوري. هلا انا هون بدي اختم المحور لانه ما كنت كملت فكره. تخيل نحن اصحاب الطلقه الاخيره. حبيبي الجيش اللبناني عنده 8 شهداء وهو عارف من 2015 انه هودي شهداء. اوكي، ما هيدي يعني هيدي كارثه الكوارث. هذا موضوع السلطه السياسيه، الحمد لله ما خص حزب الله فيها. طيب خيي انا بالسياسي بنقدر نحن من هون لعبكره كان عارف الجيش اللبناني انه كان قادر يحسم هالموضوع، ما بيقدر يحسم. طيب. بده هلا هذا موضوع نقاش اخر. لا ما كمان ما حسيت تحول لتهمي هذا. لا كان عارف كان عارف. انا اذا بدك يعني فيك تعبي هلا مش نقطتنا مثل ما قال، يعني خلينا هلا نطلع من هون. طب خلونا البصمه لنفصل عن الشوط نروح على الثاني. عنده 8 شهداء يا خي. القائد الميداني والقائد العسكري بس يروح على عملية عسكرية ما بيعني السلطة السياسية شو عم تحكي. هو طالع ليحقق أهداف، كان أهدافه معرفة مصير العسكريين، إذا هني أحياء يجيب هون، إذا هني شهداء جيب جسس هون. طالع يحرر أرضه ويحمي حدوده وينهي وجود التنظيمات التكفيرية. هلأ طلعت أنا عرفت مصير العسكريين، حصلت على جسس هون، طردت التكفيريين، حميت حدودي. شو المطلوب؟ تكلفة، وهالنقطة يمكن في حدا بيجي بيقول لك لا بتنحكى وما بتنحكى، تكلفة الحسم مع داعش في البقعة اللي هي تجمعت فيها لو كنا بدنا نروح لنعملها، تكلفة يا إخوان مش بالسهولة اللي بعض متصورها، لأنه هني راحوا على أصعب منطقة عمليات في الجرود، وكانوا هني ساعتها هل 308 قتل منهم 47، بقي شي 250 مسلح، كانوا ما عندهم خيار الا القتال والاستشراس في القتال. وساعتها كنا نحن مش خلاف 8 شهداء ما بنعرف قديش بدنا نطلع. نقطتنا هي الاخراج يا استاذ علي، ما سمي شو الانتصار ما بعرف اي واحد منهم. اخراج الانتصار كان مفسوا يخرج على مستوى وطني بامتياز. كيف يعني؟ هيدا حكينا عنها بالمحور الاول، ما بنرجع لانه بكره الدوله رح تعمل احتفال وخلص. على حجازي ردنا على موضوع على السؤال سالتك اياه عن المعادله الرباعيه. السيد حسن نصر الله باخر خطابات كل مره عم يرجع يدعي الحكومه اللبنانيه انه تكون عم تنسق مع الحكومه السوريه، وبثلاث خطابات لورا كان انتقل من المعادله الثلاثيه للرباعيه، جيش شعب مقاومه جيش عربي سوري. معادله ثبتت الدم ما بتسقطها الشعارات. انا مرفوضه سياسيه. أنا رح جاوبك يا خيي. مو نحنا اصحى تقولوا نسقنا واصحى تقولوا لأنه حريصين على هال 200 مليون دولار من ميزانية ما أدري قديش حجمها بتعطينا إياه الولايات المتحدة الأمريكية، صح ولا لا؟ مش مراعاة للشعور الأمريكي والحرص على المساعدة الأمريكية. طيب هل يعقل أنه نحنا نكون حريصين هالقد على شعور أمريكا؟ وبدك من السيد حسن نصر الله يلي شايف العسكري السوري حديد شاب من شباب المقاومة عم بيقاتل ويدفع شهداء،
انه يقول هودي ما تدخلوا وما خصهم ولا تجيبوا سيرتهم، شو هالمنطق هذا؟ يا خي انا كان في طيران، هذا لبنان، الشعب اللي عم يخاطب الشعب اللبناني بالدرجه الاولى، شو اذا عم بيخاطبوا؟ يعني شو بدي اقول لهم؟ هن ثلاثه مش بالعين والله، يعني هم شو بدي اقول لهم؟ والله الجيش السوري بمعركه جرود عرسان مو هو اللي ساهم بعمليه الحسم لما كان طيرانه بالليل وبالنهار عم يضرب بجرود عرسان، بس ما في واقع ميدانيه يعني استاذ رامي، بس ما في صوره كبيره سوريا ونظام، يا خي بدي اسالك سؤال، انا بدي اسالك لحظه هون استاذ لحظه يا خي، انت مش عم بتقول انه الحرص على مشاعر اهالي العسكريين اللبنانيين؟ نعم. طيب يعني ليش السيد حسن نصر الله ما بده يحرص على مشاعر اهالي العسكريين السوريين اللي كانوا عم يقاتلوا بجبهه هو موجود فيها؟ بدي اقول له والله اولادكم بالغلط استشهدوا، على مشاعر اهالي الزيمبابوي كمان، بس ما نحن عندنا وطن، بدي شريك هيك العطبه صار متهالك يا شو اي، بس استاذ رامي في واقع اليوم ميداني، كانوا عم يقاتلوا ولا ما كانوا في واقع ميداني قاتلوا؟ ايه يعني شو بدك تشطبهم يا اخي؟ تقول لهم الله لا يسلم ايديكم، تشطبهم بلا ما تقول شيء، خليني اسمع جوابه. ايه يا اخي بلا ما تقول شيء، ما هي كان ما هو انت قلتها. طيب نتخبى ورا اصبعنا، ليش نتخبى؟ شو نتخبى؟ احنا مش بالعين هذيك، ما تبلع هذا. طيب اعطونا نص نصيب استاذ رواد، يعني عم نساهم بالسجال بدل ما نساهم بالاضاءه على عم نساهم بالواقع، هذا الواقع شو بعمل لك يعني؟ خلينا ننتقل شوي للمستوى السياسي يا اخوان، في اتفاق امريكي روسي تم، اللي ما بده يشوفه يا اما خبي يا اما اعمى. هذا الاتفاق انهى القتال في جنوب سوريا. في مرحله سياسيه سوف تبدا، وما تستغرب، عم بعطيك بالوقائع، سوف يبدا حوار ايراني سعودي، الى وين ممكن يودي ما بعرف. صحيح. اما نحن انه نغطي عينينا ومش منقسمين على خلفيه الصراع في المنطقه ومنه الصراع في سوريا، كمان ما بيفيد انه نخبي عينينا، وانه حزب الله مش عم بيقاتل داخل سوريا وعم بيحقق انتصارات داخل سوريا كمان اذا حبينا او كرهنا، هذا واقع. حزب الله شارك بالمعركه من داخل الاراضي السوريه، هذا واقع. الاعتراض على مشاركته بالحرب ما مبين بضمن بيان مجلس الوزراء الذي ادى الى ولاده الحكومه، سلموا جدلا بانه هو موجود خارج الاراضي اللبنانيه، نعترض على ذلك ولكن ما بنفرض حكومه متنا. نعم. اذا بدنا نضل على نبرم بارضنا ما رح نسمع. نسمع سوريا علنا اولا، انت ما اوضت عم هلك علي هيدا هيك القصه، مش على طريقه الامتحانات باللغه الامريكيه. يس نو. انا مع التنسيق مع سوريا والامم المتحده في موضوع النازحين مثلا. أي. انا بالنسبه لي اي مساله بتخفف الضغط عن لبنان بموضوع النازحين وتعيد النازحين إلى أرضهم بطريقة آمنة ولا تستسلم لأي مشروع لاقتلاع شعب من أرضه، أنا مع هذه المسألة. هلأ بتقلي كيف الإخراج؟ هل ستؤدي إلى انقسام بالحكومة وبتفرط البلد؟ أنا بعتقد مسؤوليتنا كلبنانيين، يعني مسؤولية السلطة السياسية في لبنان، أن تتروى وتأخذ قرار ما يؤدي إلى انقسام في الشارع، لا بل بالعكس يؤدي إلى تكوين رؤية معينة مثلا في ملف النازحين. هلأ مسألة التنسيق العسكري في عليها خلاف، أكيد عليها خلاف. نعم. ما فيني إشي أطلع. خلينا نفصل نقطة نقطة. رامع، الموضوع النازحين أنت مع التنسيق مع سوريا بشأنه أو لا؟ هلأ في بعض إنساني بأي حرب مهما كانت شرسة بضل موجود، بس اليوم التنسيق مع سوريا بشكل عام أنا مع قرار وطني، أنا زلمة منتمي إلى دولة أو وطن اسمه لبنان. نعم. خلي طلع مثلا عم تقلي في حوار سعودي أمريكي إيراني. سعودي إيراني. اللي هو امريكي روسي، يكون في حوار لبناني لبناني قبل او اهم من هيك ويسبوا على الحوار، ولا بس نقعد ننطر ومنراعي شو بيطلع؟ قتلوا بعض منقتل، اتفقوا منتفق. انا رايي موجود بمجلس وزراء يا اخي، وين موجود ما مجلس وزراء؟ يا عمي مجلس وزراء يعني مهدى على شعره معاويه مثل ما بيقولوا. انا ماني انا ماني شايف انه الحكومه مهدده بالانفراط. لا استاذ رامي، اذا مهدده حكومتنا بالانفراط على خلفيه مجرى كان لازم تسقط. ما هي على خلفيه كذا، ما جرى وما جرى قبل واللي بده يجري. يا اخي شو بك انت؟ شوف صرخه الناس. تبع انا مش عم باخذ عالم لهونيك، بس ما هذا كله مرتبط ببعضه. هلا يا بلزم منك، بس يأسك في موضوع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي كلنا بنشارك فيه، وهيدي لا لا معك بالحل. انا كنت ما بحلل سياسي، بس ما بحالي زبالة طمنتني ميت حالي. انا رحت على المستشفى عفوا من جمعتين، رحت رسومي بالبحر حرارتي واحدة. هي بطل فينا نتحمل، خلصونا من القصص الكبيره. هودي الشعار بيفتح لنا هون بيت ثاني. هيدا موضوع اخر يعني، موضوع معيشه حياتي والاجتماعي، بس اليوم كمان في موضوع سياسي كثير.
باب ثاني بعتقد بنتفق على كده الهوا بعطيك مجلدات حول هذه الدوله وصب لك امها وابوها وصب لك هيدي السلطه السياسيه بامريكا اسمه تاكس بتعاطي دائما بالباع الشمالي انا رح جاوبك عندك زيت الشمالي بالباع الشمالي وبعكار دائما هذه السلطه السياسيه تعاطت معنا وفق العقليه العلميه فقط ولا مره تعاطت وفق العقليه العلميه اوعى تفكر انه مساله الحرمان تحطوها بس عندكم بعكار السني وبالهرمل الشيعي اولا لا عكار سني ولا الهرمل الشيعي اكيد ها نحن عندنا كنيسه سنة واثنين نواب لا لا بس بقصد اقول مساله الحرمان وين ما كان عم يتوجع كان عم يعض على ايده كان الرئيس الحسيني الله يطول بعمره يحكي عن جبال يسميها هرمل جبل لبنان من كتر وجعه بهرمل يسمي جبال هرمل جبل لبنان اليوم كنا بحديث انا بقريتي عم نستذكر انه الكهرباء والماي ما وصلوا فعليا ببعض المناطق فوق الا للسبعينات هذه مساله اذا بنفتحها انا بعطيك مساله طب هيك الموضوع الشيء على جنب خلونا السياسه انت عم تحكي عن موضوع السياسه خذ هالمعلومه بس لعدلو خذ ما عم لحق عليك بتعرف وين مكتب السفيات كيف بيحكوا المسؤولين بالحزب بتعرف وين مكتب السفيات خي عم بحكيك انا وقائع عم بعطيك وقائع ما عم بعطيك شعارات وتنظير سياسي هلا بنظر لك بالدوله 20 سنه بعمل لك مجلدات عم بحكيك وقائع بدي اقول لك مكب النفايات بمعلبة بتعرف وين محطوط مكب الكيان على سور القلعة مطمور سور القلعة بدك طيب وعد لكم ثلاثة في حلقات جاي اجتماعية ومعشية خلينا نرجع لموضوع الأمن والسياسة اللي عم نحكي فيه يا غير بموضوع التنسيق اجوا وزراء حزب الله وأمل أخذوا القرار بالطلعة على سوريا صح ولا لا؟ صح طرحوا هذا الموضوع بمجلس الوزراء عمل تهريبي لهذا الموضوع ما بدهم يناقشوا ما بدهم يحرجوا كذا اجوا طرحوا هذا الموضوع طيب شو بالمقلب الاخر شو طلع معه الرئيس الحريري امبارح حط لك شرط شو الشرط انتظار رحيل الرئيس الاسد مو هو امبارح هيك قال طيب انا يا خيي مش راضي يا خيي ما راح امشي لا بمنطق حزب الله ولا امل ولا القومي ولا المرد ولا حزب البعث ولا حدا راح امشي بمنطق الوزير جبران باسيل امبارح حكي كلام كثير مهم قال يا اخوان في ناس فيها تفل هلأ وفي ناس موضوع فلتها بدو نقاش وفي ناس موضوع فلتها مؤجل قد يقصد الناس اللي طالعين من الغوطة الشرقية ومن إدلب يلي هي مناطق لا تزال حامية أو أهاليها محسوبين يمكن حسب ما البعض بيفكر علما أنه المشهد اللي شفناه قدام السفارة السورية سابقاً كان مختلف والحمد لله ما في مخابرات سورية بلبنان لتدفعوا للسوريين اللي نزلوا على السفارة واقترعوا المهم وقت الانتخابات شو المعزول بس لا والله منيح اخي نحن ما في مخابرات شيء بلبنان ايه في مخابرات يعني هي المخابرات السوريه نزلتها هي مخابراتها بتشتغل هلا مش عملناش لا خلي يكمل طيب يا اخي اليوم في مناطق قادرين السوريين اللي موجودين في لبنان يروحوا عليها طيب شو بدك انت من الدوله السوريه فجاه نقول لهم ركبوا 200,000 ونقول لهم اطلعوا على الحدود يا اخي في تنسيق يفترض ان يكون هناك تنسيق بدك تقعد انت وهيدي الدوله يلي بعده ممثلها موجود بالامم المتحده يلي فرنسا والولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الخليجيه باتت تتعاطى مع الملف السوري على انه ذاهب باتجاه الحسم بموضوع تركيبه النظام وبموضوع الرئيس الاسد يا اخي فرنسا عم تحكي قطر عم تبعت سلطنة عمان مقتنعة الأردن اليوم عم بتقول للمسلحين تفضلوا هيدي غرفة الموك اللي نحن عاملين للحرب سكرناها طيب أنا ليش دائما بدي أتعاطى وفق قاعدة أنه ناطرين النظام لا يسقط طيب إذا ما سقط هذا النظام يا دولة الرئيس الحريري لبعد 20 سنة هل يحتمل لبنان بقاء 1,500,000 نازح سوري في لبنان خلنا نغير السؤال بس هو مش مختلف مش مختلف معك هو بهالنقطه بس انا زلمه دارس دكتوراه بالاقتصاد بيجي بحط جرده كوست بنفيت يعني كلفه ومردود في يحط الامور بهالشكل لا بدي قطر ولا ما بعرف مين ولا بعرف حطها بالجدول تبعك اليوم في بعض انساني انا بايده بجماعات كثيره في ناس خيي بطل عندها مشكله ترجع صح في ناس عندها مشاكل امنيه في ناس عندها ما في وزير علمي دقيقه بغض النظر ايه هلا البورصه دوليه والرئيس الحريري وغيره انا ما بديش فوت بالسجال يعني لانه اصلا
لا تواخذني يعني، لا أؤمن بهالطبقة السياسية كلها أصلا. أنا اليوم عندي شيء صار بفجر الجرود عنوان الحلقة، كان بيسوى إحساسك ليك شو بدي بالسياسة وإحساسك جوا، تحس حالك تحس هيك بعزة بي 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 حسيناها الحمد لله. حسسها ولا أنا حس هيك قبضت رجع بترى المشهد كان بيسوى يكون مشهد. شو ختامه يعني برأيك كان لازم يكون احتفال رح ينعمل رسمي يا خي؟ ما وقع شو يعني كان بيسوى احتفال واحد، كان بيسوى موقف رسمي. خيي بيقدر حزب الله بيشارك بالحكومه كده تفصيل كيف تفصيل يا خي؟ حزب الله عنده 33 شهيد بس العالم اللي عمل العالم اللي بيخسر بهالتفاصيل هن مجموعه شريحه طويله عريضه يا حبيبي بيعانوا من فقر من عدم درايه وماشيين ورا ال بدك تفصل بيناتهم 33 شهيد عنده حزب الله حق. انا ما بدي افصل معك ثلاث اشهر بهالجرود حقه هو عمل هو صفي لك خيي زملاء بس بس يا خيي قال لك حزب الله انه هذا قال لك حزب الله انه هذا احتفال الدوله اللبنانيه بالنصر ولا قال لك هذا احتفال يا خيي؟ انا اليوم يا حبيبي مقاتل ثلاث اشهر بجرود وحاطط 33 شهيد بس ما انت طيب انت من حقك الملعب اللي عم تلعب فيه يا استاذ علي هو ملعب هذا وطن اسمه لبنان على بكره يعني الدوله رح تعمل احتفال استاذ علي. طيب انا شايف اولا انا شايف انه موقفه ايجابي بموضوع الاحتفال، هو كان عم بيقول كنا بنتمنى انه ينتظر حزب الله نتائج الفحوصات وان تعلن الدوله ويكون احتفال واحد كل المشهد بس هذا تفصيل مثل ما قلت. انا بدك تردني على الشيء الاهم يلا على مساله التنسيق وانا حددت باي نقطه. فصل الاستاذ علي وبشكل جيد انه الاتجاهات الدوليه وين رايحه تمام من قطر لكذا لكذا لكذا. انا بدي اقول له بغض النظر سواء كانت قطر بدها تقرب او ما بدها تقرب وسواء الامريكان موافقين او مش موافقين، انا انطلق من واقع لبناني واقع سيادي لبناني. انا مليون ونص او مليونين نازح سوري هي فوق الاعباء اللي بتحملها، هناك محاسبة سياسية يجب ان يتم البحث فيها حول مسألة فتح الحدود بشكل دون سقف بدون تحديد سقف. اما الان وقد وقع ما وقع، السوري النازح مظلوم في لبنان لأنه مظلوم مرتين، مظلوم لأنه طرد من أرضه بسبب الحرب، ومظلوم لأنه حتى إذا بده يرجع عم يقع ضحية أوضاع سياسية. لذلك أنا مع أن تنسق الدولة اللبنانية مع الدولة السورية بالمشاركة مع الأمم المتحدة لأنه هي طرف ويمثل القوى الدولية المشاركة في الحرب، بمسألة بحث كيف يمكن أن يعود هؤلاء النازحين السوريين إلى بلدهم بالتدرج اللي أشرت له بتصريح الوزير باسيل بشكل آمن. طبعا ما حدا بده يخده لك إذا النظام السوري بالتفاهم مع حزب الله عم بقطع مجموعة داعش باتفاق دولي إذا بيرجعوا مدنيين سوريين على أرضهم أكيد بده يرتكب فيهم جريمة، ساعتها مسألة صعبة كتير. اقفال الحدود في السياسي حول مساله عم بيتم اقفال حدود بالسياسي حول مساله عوده النازحين، بدنا نفك هذه العقده لانه لبنان لن يحتمل لا اقتصاديا ولا ديموغرافيا هذه المساله. وبعتقد يتحمل انتبه من يتحمل مسؤوليه عرقله اعاده النازحين الى بلدهم بيكون عم يرتكب جرم بحقهم بالعوده الى وطنهم وجرم بحق لبنان في ان يرفع عن كاهله. وانا بدي ارجع للرئيس الحريري بمؤتمر بروكسل هو الذي قال الخطر الاكبر على لبنان اليوم هو نتيجه الضغط النازحين على اقتصادنا، وقال يجب ان نبحث دوليا في هذه المساله مش معناته ناخذ بس مصاري. وقت هذه الفكره صار على اخر، مشان هيك بدي ارجع انت لزميلي علاء ترشيشي لنشوف مع السوشيال ميديا كيف كانت التعليقات عليها. اخذ بشكل سريع تعليقاتكم على اللي انكتب ونختم الفقره. علاء لعندك من جديد أبرز ما وردنا من تعليقات ردا على سؤال هل كان ترحيل مسلحي داعش وعائلاتهم القرار الصائب؟ كل ما اتخذه الجيش اللبناني وحزب الله والجيش السوري من قرارات هي قرارات مضبوطة رغم أنف 14 أدار. لبنى بتقول أنه كان يجب تقطيعهم وإبادة نسلهم، لكن حرب كهذه لا تقتصر على 300 مسلح ومساحة جردية فقط، بل تطال المنطقة كلها مع كل ما فيها من أسرى وشهداء والحرب مستمرة. بالنهاية تم إخراج من أرضنا بعد معركة شرسة مع حزب الله، فلم يعد لديهم حل
إما القتل أو الرحيل، فرحلوا بهذه الطريقة. وفر حزب الله والجيش اللبناني إراقة دماء من الطرفين، هم إرهابيون سوريون ورحلوا إلى أرض سوريا. صائب 100% أنه شو كان لازم يعمل الجيش، يكب عليهم بنزين ويحرقهم، بيكون مثل إرهابيي الجيش، مش بيكون مثلهم عفوا، إرهابيي الجيش بيكون مثل إرهابيين الجيش مش مجرمين. بهيك تيرمز ما فينا أبدا نغلط. أما على تويتر فأبرز التعليقات كانت: خطأ كبير، ولكن القرار الإقليمي صدر لحماية هيدي الجماعة الإرهابية. المواطن الرخيص دايما من يدفع الثمن. لو لم يتم وقف إطلاق النار وفرض المقاومة لشروطها، كانت المعركة ستحسم عسكريا، وملف مخطوفي الجيش سيدفن إلى الأبد. وعود لعندك رواد. شكرا لك ألا. يبدو جماعة الفيسبوك مع علي حجاز، جماعة التويتر مع رامي علي، ما بقى لك حدا عطانا السلطين بنعمل شيء موقع تواصل. هو هو جمع بين اثنين، جامعة اثنين. هذا واقع لبنان؟ لا نعم هذا واقع لبنان. راحت على التعليقات، بس قبل هيك نعم، نحن السؤال برسم حزب الله، منا نبني بلد ولا ما منا نبني بلد؟ إذا بك تبني بلد، بالبلد في قضاء، أقله مرتكبين بحق عناصر الجيش اللبناني، عملت خريجي عبر القضاء، سلموا للقضاء. يا أخي الأمريكان من 82 مش صار فيه المارينز وكذا، هذي صاروا 40 سنة لهلا بعدهم عم بيطالبوا بشعرة كل واحد. هذه الدول اللي بتحترم حالها، نحن رخاص. عزز القضاء، عمول تخريجي عبر القضاء وسلموا للقضاء، بيمشي الحال. بس أما ما بعتقد في الأوان، ما فات الاوان بعد. بعتقد انا وين ما صار رح يصيروا بالعراق. معلش عملك مين؟ معلش فات القطار مش الاوان. بس انا بعتقد انه موقف رئيس الجمهوريه اذا تم ترجمته بقرارات فعليه، حتى مذكرات دوليه فيك تصدر بحق، حتى لو سواء قتلوا او ما قتلوا، على الاقل تقول للشعب اللبناني مين المسؤول وين وكيف فيك تاخذ بحقه، على الاقل تاخذ بكرامته. تمام، بتصور انه ما فقت الاوان بهالمره. معلش تركتك قصد للاخر لما تبدل لنا الحلقه وتترك الطاقه الاخيره. واحد، اول شيء بموضوع حزب الله، خي حزب الله هلا بعيد 6 كيلومتر عن دير الزور، عم ياخذ بتار العسكريين ومكتر داعش. وعلى كل حال حزب الله شو ما عمل، ثقافة أو طريقة تعاطي أخصامه معه عنزي ولو طارد. أنا بدي أسأل سؤال هون يا خيي، بدي ما بدي فوت بشغلات هون وهون، بس سؤال وختم. جبهة النصرة ألم تقتل العسكريين اللبنانيين؟ صح. خطفت عسكريين ولا صح؟ لا. طيب فلت بنفس الطريقة اللي فلت فيها داعش، ليش ما شفنا هالحماس وهالغضب وهالحدية؟ ويا سبحان الله، حينما أرادت أمريكا أن تحمي داعش ولم تنجح، خرج من يشوه الانتصار. مو قال سمعت السيد حسن نصر الله؟ يا خي اللي عنده جرأة يطلع يقول لي أنه مش مظبوط أنه أمريكا طلبت من الجيش اللبناني أن يؤجل العملية العسكرية، ما حدا طلع. طيب هني جبهة النصرة قتلت عسكريين لبنانيين ورحلت بنفس الطريقة اللي رحلت فيها جبهة داعش، ليش ما حدا طلع اعترض؟ وليش الفصيل اللي أمريكا اجت لتحميه، سبحان الله نفس ذاتهم اللي معروفين بارتباطاتهم بعلاقاتهم، نفس الفريق الإعلامي اللي شغلته وعملته كل النهار اتهام حزب الله، طلع يقولن انتوا فللتوا انتوا هربتوا. يا اخي ليش ما سمعنا كل يوم جبهه النصره؟ احنا عم نحكي سوا، شو بدنا بالفريق الاعلامي اللي صار؟ عم بحكي انا وضع بالبلد يسوى هيدا يصير هون وهون. بس اليوم في فرق يا استاذ علي. شو الفرق؟ الجيش اللبناني لاول مره بياخذ دور بعمليه بالنسبه لظروف. انت مع قتل الجيش اللبناني لعوائل داعش؟ لك يا اخي لا. طيب شو الحال؟ شو الحال؟ شو الحال؟ لازم يختم. خلص الوقت. انتبه، إذا الجيش بفوت بعملية سأر، نعم، ما بيعود جيش. فإذا هذا الحل اللي صار هو الأنسب، حققنا. شكرا لكم ضيوفنا بالفقرة الأولى والثانية هالمرة استثنائيا، الكاتب والمحلل السياسي أنطوان قسطنطين، المحامي رامي علي، الكاتب والأستاذ في الجامعة الأمريكية، والكاتب والمحلل السياسي علي حجازي على هذه الحلقة. في الفقرة الثالثة، لماذا قررنا الرد؟ فاصل ونعود. ما
مساء الخير مجددا. في 9 تموز الماضي انطلق برنامج بالمباشر مساء كل أحد على شاشة الأو تي في، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم وبعد كل حلقة وخلال الأسبوع كاملا تتواصل الرسائل والاتصالات لفريق البرنامج والمحطة عن قضية برأي البعض تحولت إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، جوهرها ليش في مذيع سوري بالبرنامج، والمقصود طبعا الزميل والصديق إياد خليف. في المرحلة الأولى قدمنا الإجابات للسائلين، أما وأن الأسئلة تتوالى أسبوعيا بل يوميا، أما وأن البعض عمد إلى تنظيم حملات ضد المحطة والبرنامج على هذه الخلفية والتي سيظهر زيفها بعد دقائق، قررنا بالمباشر الرد. وقبل الرد ننتقل إلى الزميلة آلاء ترشيشي لنستعرض غيضا من فيض ما حملته مواقع التواصل في هذا المجال. آلاء لعندك. قبل ما أبدأ رواد بس بدي أذكر أنه أي شيء رح أقراها هلأ ودايما التعليقات يلي بنقراها خلال حلقة بالمباشر هي بتعبر عن آراء أصحابها فقط، ما بتدل على أي من آراء القيمين على البرنامج أو المحطة. وللأسف رح أبدأ بقراءة التعليقات حول هيدا الموضوع. موظف سوري حضرتك، ما في لبنانية بقت شغلون مع علامة استفهام وأربع علامات تعجب. مذيع سوري، مشكل مباشر ضمن برنامج بالمباشر، عيب على محطة أو تي في استقبال هيك بضاعة معفنة كضيوف، هيدا طبعا بعلاقة بالحلقة الأولى من البرنامج. وعيب توظيف مقدمين ومذيعين سوريين، مقدمين وصحفيين اللبنانيين ببيوتهم وبدون شغل، يلي استحوا ماتوا، أي قضية أنتوا حاملين بهيك محطة؟ سوري صار السوري على الأو تي في كمان مع 7 علامات استفهام. عم نحضر بالمباشر، ليش ما في مذيعين لبنانية بلا شغل؟ ما بدها زعل رواد بس ولو بهيدا البرنامج الجديد هيدا المذيع سوري، ما إلي حق أسأل، بعتذر على السؤال. ولما جاوبناه شاب لبناني خلقان بسوريا، بس حتى لو سوري بظن ما فيها مشكل صح؟ أكيد، بس إنه في بلبنان كتير ناس إلهم الأفضلية، بس تمام إنه لبناني وأكيد ما عندي مشكلة. عودي لإلك رواد لتكمل الرد. شكرا لك آلاء. قبل ما ابدا بالرد بدي اشير الى اني تمنيت شخصيا على الزميل اياد خليف عدم المشاركه بهالحلقه حتى ما يتحمل هو الرد والتبرير كانه هو متهم او بموقع المدين. وبما انه الانتقادات والاسئله موجهه للبرنامج رح اتولى انا الرد بالمباشر كمسؤول عن البرنامج اعدادا وتقديما. اولا بحب اتوجه بسؤال للمنتقدين، لو كان اياد بيحكي العربي مع لكنه فرنسيه او انجليزيه كنا سمعنا انتقادات او كنتوا هللتوا انه في فرنجي بالبرنامج. ثانيا لو كانت لهجته غير سوريه كان في حمله نظمت وانتقادات توجهت، وبالمناسبه على محطات لبنانيه اخرى كان في مذيعين مصريين ومذيعين خليجيين ومذيعه سودانيه ولا تزال ومذيعه اردنيه وما سمعنا بحملات انتقاد. بهالنقطتين حبيت أوصل لخلاصة إنه العقدة لدى البعض منا مرتبطة باللبناني إنما برفض اللهجة السورية، علما إنه نفس الأشخاص يلي انتقدوا تشجيعنا اللهجة السورية مثل ما سموها بالبرنامج وجهوا لنا العتب، شفنا بروفايلاتهم على مواقع التواصل وللمفارقة هن نفسهم عاملين شير على الفيسبوك لأغاني نصيف زيتون مثلا وجورج وصوف وغيرهم، وهاتنين من الجنسية السورية. هن نفسهم بيحضروا باب الحارة مثلا ومعجبين بتيم حسن بشخصية جبل أو بقصي خولة أو غيره، وهودي كلهم سوريين وشاركوا بالدراما اللبنانية. للأسف أنه في عنصرية، وللأسف أكثر أنه العنصرية استنسابية لخلفيات ما على ما يبدو. نقطة إضافية كمان، إياد بيشارك بتقديم الفقرة الإقليمية ببرنامج بالمباشر يلي بتتعاطى بملفات سورية وعربية، ووجود شخص سوري إذا سلمنا جدلاً لحد هاللحظة أنه إياد سوري بيحمل غنى للبرنامج إعداداً وتقديماً، وما بيشكل أبداً نقطة ضعف كون المعنى بمتابعة الملف شخص على تماس مع هذا الواقع، مع الانفتاح التائم من قبلنا لتقبل انتقاد على نقاط مهنية وعلى الأداء إن وجدت هالملاحظات وليس على اللكنة. ومنوصل لجوهر الموضوع يلي قالوا بطل فيه لبنانيين لنوظف شاب سوري مذيع. اولا انا شخصيا بتمنى هالقاعده تتعمم على كل المجالات والجنسيات، يعني مدام ما فيك تنزعجي من هذا الشيء اذا عندك مدبره منزل اثيوبيه وسائق فلبيني وناطور البنايه مصري بالوقت يلي كمان هون في لبنانيين بلا شغل. ثانيا
ما حدا في زايد على لبنانية المحطة ولا على لبنانية الخط السياسي اللي بتتبع له. وثالثا والأهم لا يرتاح الكل، بحب أقول أنه إياد خليف لا يحمل الجنسية السورية، بل هو حامل للهوية اللبنانية، وقيده راس بيروت 608 أبا عن جد، ومن والده بتحمل هي بدورة الجنسية اللبنانية كمان، يعني من بي وأم لبنانية. كل ما في الأمر بالنسبة للهجة السورية أنه ولد وتربى بالشام واكتسب منها اللهجة. بتفهم القلق عند البعض جراء موضوع النازحين، لكن هالقلق مفروض نحوله لمطالبة بحل الملف، مش لحقد وانتقادات من دون ما نعرف الوقائع وحملات بتستهدف محطة وبرنامج على مواقع التواصل. للمرة الأولى حبينا نوضع علنا، وإن شاء الله للمرة الأخيرة، لأنه بتخيل هالتوضيح بينفي كل ما اعتبر بأذهان البعض وخلفياتهم تهمة لألنا. بدي اعتذر من الجميع اني اضطريت احكي هالكلام بهالطريقه، بس بعد تقريبا شهرين على انطلاق البرنامج صار لازم نوضع حد لبعض المصطادين بالماء العكر يلي عم يحاولوا يستغلوا هالموضوع للقنص على البرنامج وعلى المحطه ويمكن ابعد، ونوضح الصوره لبعض يلي انجرفوا بهالحمله. ما رح اقول اكثر من هيك، بتمنى كل شيء يكون توضح، وحلقتنا وصلت لنهايتها باسم فريق عمل بالبرنامج الاء ترشيشه اياد خليف، وانا بنحييكم تبقوا بخير.